ما كنا لنهتدي لو أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسل الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء الراشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم على رحمة خلفاء رسول الله على تحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابتي وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المنزل على النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة متين آمن بالله صدق الله العظيم أيها المؤمنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج نصف دين Prophet صلى الله عليه وسلم sagte die Heirat ist von meinem Weg gehört zu meinem Weg und wer sich von meinem Weg entfernt ist nicht von mir möge Allah uns schützen inshallah nicht zu ihm zu gehören und er sagte auch صلى الله عليه وسلم die Heirat ist der halbe Weg. Oder die Heirat ist ja, die Hälfte der Religion, kann man sagen, würden wir sagen, hierzulande. Ja, oder der halbe Weg. Wir machen es kurz, wie in der Eifel heute. Hadith und dann danach kleines Sickel. Khatim, kleines Khatim. Vielleicht haben manche noch nicht Khatim gehört. Dann ein kleines Suchball, inshallah. Danach, inshallah. Yom Jumma Mubarak, das sagen wir auf jeden Fall. Ja, ist der heilige Tag und es ist der letzte Jumma im Monat Muharram. Morgen ist erst der Safar, inshallah, Safar al-Khair. Ist ein Monat, der nennt sich, ist ein guter Monat. Ein Monat der Reinigung. Ja, es mögen Dinge geschehen, die auch sonst geschehen, vielleicht etwas mehr. In dieser Zeit und es dient dem Guten, es dient der Reinigung, es dient dem Näherkommen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, deswegen ist es Khair. Allah inna ahsal kalam wa raghi nidham kalamullahi malik al-aziz al-alam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kalam wa dhakurat al-Qur'an fastamilu wa ansitu la'allakum turhamun A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa kunu ma sadiqin Aman Alayhi al-Azim الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تظيما لنبيه تكريما لفخامة شان سفيه فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا
إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النجي ومطر أنذار جحيم مفرج العرب وعجم مولانا ومولى العالمين محترمين سيدنا أبي القاسم محمد. يا أيها المشتاقون لنور جمال ومحتاجون شفته صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم انصر النصر العزيز وافتح لنا فتحا قريبا. اللهم اجعلنا من لدنك وليا. اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. واكتب صحة والسلامة والعفة والعافية ونصر علينا وحجاج وزوار وغزاة ومجاهدين ومقيمين مسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين صلى الله عليه وسلم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.